اما سعد رجعت لورا بهالبرفورمنس، رجعت لورا كثير، وقلت لك ملاحظه دي شيء ما اخذتها بعين الاعتبار. تعمل جريماس بتمك يا اخي، تعمل هيك بتكشر ببين. لا عن جد بصير شكلك مرعب، يعني بترعب واحد على المسرح، فكر جاي تعضه او شيء، يعني ما بعرف، عندك جريماس كثير مش حلوين. تم اقول لك بشعه، يعني كثير مش حلوين، بيضايقوا اللي عم يحضرك، تتعذب يا اخي انت عم تغني. الغنى لواحد ينبسط مش لا يتعذب. كده الجلق اليوم هيك بعد انه هو مسنتر علي. طيب ف بالنسبه لي رجعت لورا. طب يعني ممكن بس اسال سؤال؟ صدمتني، انا فكرك عندك شيء بدي اشوف احلى شيء حلو، يعني لان انت من الاشخاص كنت منيح هذيك جماعه، كنت من الاشخاص اللي انا اول ما اخذت الاغنيتين بصراحه حسيت ان انا مش ما يا اخي انا هيدي الحجج. لا لا مش حجج والله، يعني فوميس بيغني كل شيء، بعدين ولا هي من هيك ميلودي. يعني شو خص سريع؟ شو بتغني بس كلاسيك بحياتك تطلع تنقع على الهواء؟ بدك تغني اغاني سريعه يا حبيبي، العالم بتحب كل انواع الاغاني، بعدين بيحبك بيسمعك بكل الالوان. ضد انا الموضوع هذا، فحجتك ما راح اخذها بعين الاعتبار. انت كانك ما كنت مركز يا جماعه، ارتحت نبشوا بدي شو متى حنبشوا عليك مليؤوكا وقريبا شكلك. لا مش بس في عندك شويه سرعه، عندك في حماس سوبر حماس تبعك، بس كنت اريح من هذيك الجماعه، هالجماعه اضبط، بس انه بدي اكثر. عندك شيء مش مبين بعد، بينه بدك تشتغل حالك كثير كثير بليز، لانه بينت لي انه في تقدم، يعني في بوتنشل، عندك بوتنشل، في عندك شيء جوا حابب يغير، وان شاء الله خير. سعد فهمت الملاحظه تبع الجريماس هيدي اكثر شيء عم يعني تكررت معك، يعني شكلك ما عندك كنترول عليها قصه الفيشل. اكيد ان شاء الله نطيتك كل الوقت، كانوا مودعينك، بسلموا عليك عم بعيد. عندكم مشكله تغنوا مع بعضكم بحسب مع الكل تقريبا، هيدي لاك اوف اكسبيرينس كمان، لانه ما في اكسبيرينس وقفه المسرح مع دويت، يعني اثنين عم بيغنوا، وهيدي بتضايق كثير من اشخاص اذا منه متمرس. فنحن ما بناخذها بعين الاعتبار، بس هي لازم تتعودوا على بعضكم، لانه بالحياه رح تغني بكره دويت مع حدا، وما لازم الشخص الثاني ياثر عليك سلبيا، لازم ياثر عليك ايجابيا، بتحمسوا بعضكم بصيروا ترغلوا احلى، بصيروا تغنوا احلى.